أهم توقعات الفلك لمواليد الثور بشهر كانون الأول ديسمبر من عام 2020. عزيز الثور، الظروف رح تكون مناسبة أكثر بالنص الأول، بشكل هالشهر مفترق طريق للكتار من مواليد الثور، بشير لنهاية مرحلة مهمة بالمجال المهني أو حتى بالحياة العاطفية وبداية شيء جديد. تفتح قدامك أبواب، بتتوفر فرص يمكن تغير المسار. بدي أقول لك بس إنه هالشهر مهم كتير على الصعيد العالمي، ويمكن تطرأ أحداث غير متوقعة وتكون حديث الجميع. يمكن أنت تعاود التواصل مع جهات سابقة وتبني وإياها مشاريع جديدة، أو تحضر نفسك لسفر أو لتأسيس شركة أو عمل خارج بلادك بتناسبك الظروف حتى تحقق نجاحات مميزة وأرباح مفاجئة ببعض الأحيان. بتصلح هالفترة للقيام بجهود مدروسة واستثمارات وعمليات مالية، كما لتغيير المكان والأفاق وللتوقيع على عقود. بعد هالشي بتلاقي نفسك مجبر على قبول بعض الإجراءات والقرارات يلي لم يؤخذ رأيك فيها، كما أنه مسألة مالية يمكن تطرح نفسها، والنفقات يلي بيستلزمها مشروع لإلك سواء داخل البلاد أو خارجه، ويمكن تقوم بدراسات وحسابات وتعيد النظر ببعض الأرقام، وهالشي بالنص الثاني من الشهر. وجود كوكب مارس ببرج الحمل وبالدائرة الثالثة عم بيقترب من برجك، ويبلش يشكل معاكسة مع جوبيتر وساتورن بتاريخ 17. هالشي بيعني حاجز بيعيق تقدمك ابتداء من 17، وبيحول دون إحراز بعض النجاحات بمشاريعك أو بيطلب منك جهود إضافية لمحاربة هالمعاكسات. كوكب فينوس بيستقر ببرج العقرب لمنتصف الشهر، بواجه برجك ببعض الحساسيات والاستفزازات مع الشريك اللي بيحاول أنه يثير غيرتك، أو أنت من يحاول أن يتملكه فيتهرب منك أو يشكك هو أو هي بصدق العواطف، ويمكن يكتشف شيء أنت أخفيته عنه أو عنها. الوضع العاطفي أفضل بالنص الثاني على عكس الوضع المهني. بتتسيطر أنت على الأمور اعتبارا من تاريخ 16، ويمكن عزيز الثور تسوي بعض سوء التفاهم أو تنطلق بعلاقة واعدة وبتزيل من قدامك العوائق. بتطل بالأسبوعين الأخيرين من السنة على لقاءات عزبة جدا، بتشارك بمناسبات، بتلبي الدعوات، ويمكن يتغير مصيرك إذا كنت من العازبين أو إذا كنت من العازبات. بتمارس سحر منقطع النظير، كتار بيحاولوا بهالشهر استرضائك أو إغراءك. أما الكسوف الكلي الحاصل هالشهر كمان فبيعني وضع أو ظرف للشريك بيتبلور وبيتغير، يمكن يتحرر كمان من قيد. فينا نفسر الوضع الفلكي بظرف جديد بيطرأ وبيجمعك بالحبيب أثناء سفر أو بتسافر معه أو ربما بتعقد قرانك. نعم، هيدا شهر فيك عزيز الثور أنك تعقد قرانك فيك أو خطبتك أو تفكر بمشروع زواج وارتباط. بتلتقي يمكن شخص أو بتتعرف عليه أثناء رحلة بالخارج بدون موعد، بتعقد معه علاقة مميزة. هالشهر بيحمل الحب للكتار من مواليد الثور. إن شاء الله.